ما أن تشرق شمس مدينة الرياض إلا وشوارعها على موعد لاستقبال ملايين المركبات، وذلك لذهاب الموظفين إلى أعمالهم. في الآونة الأخيرة تضاعف ازدحام شوارع العاصمة عما كانت عليه في السابق نظرا لوجود مشاريع النقل العام، مما ترتب عليها إغلاق جزئي وكامل لبعض من تلك الشوارع. الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض دعا المواطنين والمقيمين إلى تحمل تبعات مشروع مترو الرياض، لأنه سوف يكون حلا دائما للازدحام في المستقبل. الرسالة هي يقدرون حجم المشروع لأنهم يرونه بعيونهم، ونحن لا نستطيع أن ننجز مشروع دون أن يكون هناك بعض التحمل لبعض الأمور اللي يجب أن يقدرها المواطن، وتقدير المواطن عندنا ونظرته هي محل الاعتزاز عندنا دائما، لأن هذا مشروع المواطن وللمواطن، وسيكون بإذن الله خدمة للجميع. بحسب الإحصائيات الأخيرة فإن منطقة الرياض تستحوذ على أكثر من 4 ملايين سيارة من إجمالي السيارات في المملكة، والتي تقدر بنحو 17 مليون سيارة، وهو ربما يكون المعدل الأعلى عالميا. ولذلك فإن وزارة التجارة تعطي اهتماما خاصا لسوق السيارات، تحت اعتبار أنها السوق الاستهلاكية الأهم والأعلى قيمة بالمملكة. يعني بالنسبة لكثافة الحركة المرورية في مدينة الرياض يعني ترجع لعدة أسباب، يعني مثل ما تشايف الآن في ذروة الفترة الصباحية، يعني ترجع لعدة أسباب. من أول شيء يعني إغلاق أو تحويل الحركة في بعض الطرق لمشروع الملك عبد العزيز اللي هو مترو الرياض، يعني أثر سلبا على كثافة الحركة المرورية. حرارة الصيف مع اختناق الشوارع لم تمنع قائدي المركبات من تحمل المرحلة الحالية والانتظار حتى الانتهاء من المشاريع التي يراهن عليها جهاز المرور والجهات ذات العلاقة بأنها ستحد من مشكلة الازدحام بشكل كبير. مراقبون يؤكدون أن تفاقم المشكلة عائد إلى كثرة مركبات الأجرة وعدم استفادة الطلاب من النقل المدرسي. عبد الله النصار، الإخبارية، الرياض.